أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا موافقة وفد نظام الأسد على الاجتماع بخبراء قانون دوليين اليوم لبحث لجنة الدستور. وكان وفد نظام الأسد عقد منذ بدء انطلاقات المفاوضات يوم الثلاثاء الماضي عقد 3 جلسات محادثات مع ديمستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف. قال ديمستورا إن الجولة السادسة ستكون عبارة عن اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية. قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة انتزعت السيطرة على 350 كيلومترا مربعا في الأسبوع الماضي لتضيق الخناق على التنظيم في حملة تهدف لعزل قاعدة عملياته في الرقة. وقال الكولونيل رايان ديلون المتحدث باسم التحالف قال إن من المعتقد أن ما يتراوح ما بين 3000 و4000 من مقاتلي التنظيم متحصنون في مدينة الرقة حيث يواصلون تعزيز الدفاعات للتصدي للهجوم المتوقع ما يدفع التحالف لشن ضربات جوية لمنعهم من ذلك. قتل شاب وجرح عدد آخر إثر قصف من قبل أفراد داعش على مناطق في حي القصور بمدينة دير الزور. وعلى صعيد متصل وثق مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية إعدام جماعية نفذها أفراد تنظيم داعش الإرهابي بحق امرأتين ورجل في مدينة الميادين السورية التابعة لمحافظة دير الزور. قالت الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 200,000 شخص آخرين قد يفرون من مدينة الموصل مع شداد القتال بين القوات العراقية ومسلحي داعش في المدينة. وقالت السلطات العراقية إن وكالات المساعدات تعاني من تزايد عدد النازحين منذ أن فتحت قوات الأمن جبهة جديدة ضد داعش في الموصل هذا الشهر. صدت قوات الشرعية في اليمن هجمات ومحاولات تسلل للإنقلابيين في البقع بينما اختطف الإنقلابيون 48 شخصا في محافظة الشبوة. وضبطت قوات مكافحة الإرهاب في عدن مسؤول الاغتيالات في تنظيم القاعدة متخفيا في زي نسائي. وتمكنت قوات الجيش الوطني في البقع شمال محافظة صعدة معقل الحوثيين تمكنت من التصدي لمحاولة تسلل لميليشيات الحوثي. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم 800 مليون يورو لمساعدة 79 دولة من دول إفريقيا والمحيط الهادئ والكاريبي في تنفيذ اتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ. ويأتي الدعم من الاتحاد بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إذا كان سينفذ تهديدا وجهه خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.